تعالوا تعالوا قربوا له انتم. عبد الله تعال هنا عسل بيخليك تصحصح تعال. ايوه وسع الجلسه. استريح ابو جابر استريح. طيب الله يحييكم يا شباب ويا مرحبا ويا مسهلا ويصبحكم بالخير ان شاء الله. عندنا فكره بسيطه انواع العسل، طريقه انتاج العسل، تمام؟ طبعا هذه الحمد لله مهنه الاباء والاجداد عندنا، شايف؟ فعندنا انا حاولت اني اجيب من كل شيء يعني نوع، اي من كل مثلا عسل، عسل صافي، عسل قرصان، وجبت برضو حبوب اللقاح. لكن انا لفت انتباهي ولا قطع واردك، هذه ايش؟ هذه يا حبيب عيني هذه شوكولاته، شوكولاته داكنه. ايوه بدون سكر، تمام؟ ممتاز. محشيه بالعسل. يا سلام. هذه يا فكره سلام. ان شاء الله اني بطبقها مستقبلا باذن الله تعالى، تمام؟ بالنسبه لانواع العسل في الانواع كثيره، في عسل السدر، عسل الطلح. هذا سدر، هذا سمره طال عمرك، كان في كذا نوع لكن الله يجعله بالعافيه. شايف في انواع العسل كثيره. هاي ابو بطي لبيك اسلم. انواع العسل كثيره، في عندك السدر، في عندك الطلح، في عندك السمره، لكن الاشهر عندنا تقريبا الثلاثه هذه. في كل ديره وفي كل مكان في نوع، تمام؟ اسلم اسلم. نوع يختلف حلا؟ لا شوف، الله سبحانه وتعالى يقول وفيه شفاء للناس، جميع انواع العسل، ما في هذا افضل من هذا ولا لا. مو قصدي افضل، في لكل شخص مثلا. ايوه كل شخص له ذوق، يعني يشوف انه له ذوق معين. ايوه هذا الفكره. اسلم. لا ما هي جديده لكن استحدثناها ايضا، يعني فكرتها طيبه واصلا شكلها على خليه النحل بعد. ابشروا بس عد الحين نقهويكم وابشروا بس عد. اعرض لكم العسل وبعرض لكم برضو اللهم صل على محمد طريقه انتاج العسل. شوف هذا عسل قرصان. نعم قرصان، عسل قرصان. ايوه يكون له خلايا خاصه وتنحيل خاص، تمام؟ تنوكل ذي احمد ولا بس؟ هي تنوكل. ايش فيك؟ الله هي. لا وغالية بعد ترى، ما هي الكيلو. في بعض الانواع، في بعض انواع العسل يوصل الكيلو فيه لحد 600 700 ريال كيلو، تمام؟ وفي العسل الصافي، طبعا العسل الصافي له شمع صناعي، تمام؟ شمع صناعي تستنتج منه العسل، العسل الصافي، شمع صناعي، هذا شمع طبيعي، هذا شمع طبيعي. معي يا سلطان؟ هذا شمع طبيعي. هذا شمع طبيعي. تمام. بيذوق من ذا. الحين بيجيكم وتجربون. العسل الصافي له أكثر من طرق، لكن أبرزها استخراج العسل الصافي من شمع صناعي. الشمع الصناعي ما ينوكل، تمام؟ بس تأخذ الصافي منه. له فرازات معينة و مناحل الخاصة فيه. له فرازات معينة واستخراج العسل بطريقة. ايوه إيه؟ لاستخراج العسل الصافي. هذا شمع طبيعي، تمام؟ ما يخرج من عسل صافي الا تقدر هذا صافي موجود، تقدر انك تاخذ عسل صافي من الشمع الطبيعي. طيب وهذا بالنسبه لهذه، هذه حبوب اللقاح، تمام؟ هذه مكمل غذائي، فيتامينات، جميع انواع الفيتامينات موجوده في هذه. صدقني توكل بالطريقه اللي انت تبغاها. ابو عبد الله هذه ولا قطع مرودك، انا قد استخدمتها، هي عسل السمره المعدة، اقسم بالله العظيم انها شفاء للانسان. انا كان معي جرثومه ومعي للحين، بس اني ما استخدام العسل خفت، كنت اخلط اللقاح النحل مع العسل، ومع ان الطعم شوي بس انها تشوف الفرق، فرق 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 قوي. الله سبحانه وتعالى يقول وفيه شفاء للناس، شايف؟ يعني جميع انواع العسل. طيب حبوب اللقاح، طبعا هذه حبوب ما لها دخل في العسل ابدا. حبوب اللقاح طريقه استخراجها من نفس رجل النحله، شايف؟ النحله لما تجي تاخذ الثمره او الرحيق من الثمره، تمام، ترجع للخليه، فيتم استخراج حبوب اللقاح من رجل النحله بطريقه، يعني لها طريقه استخراج يعني مخصصه باجهزه معينه او شيء، بحيث انك تحصل على حبوب اللقاح. سلام. تمام. شوف ابو عبد الله، ابشر بجيك. بالنسبه لحبوب اللقاح، هذا مكمل غذائي
مهم مهم جدا جدا جدا. فيتامينات، جميع انواع الفيتامينات في هذا، سبحان الله، في هذا الحبوب اللقاح، وهذه من قدره الله سبحانه. السؤال المهم اللي اتوقع مهم العيال هنا لك، اغلب العالم، اتمنى ان يعني توصل الاجابه اللي انا بيها. سلمت من قصاد الحين شركات واجد عسل، عسل كذا عسل كذا عسل كذا، انا كيف اعرف الاصلي من اللي مو اصلي؟ ممتاز، انا اجاوبك. طبعا الان في اللهم صل على محمد، في مختبرات تطلع لك العسل الاصلي من العسل اللي مو اصلي. شغلتها تطلع لك العسل الاصلي. الطريقه الى ذلك، ولا اقطع في ورد، في اصحاب الخبره، اصحاب الخبره يعني يميز لك العسل الاصلي من العسل اللي مو اصلي تمام من النظر، باقي يعني قبل ما يذوق من النظر بس يعرف لك العسل الاصلي. شوف الطريقه انه يصب من علبه ومن علبه، الاسرع لا مو باصلي ولا إيه، لا لا في اكثر من طريقه، في اكثر من طريقه، لكن الاضمن مختبرات الاختصاص. لا الاضمن المختبرات، لكن اصحاب الاختصاص فوق المختبرات. يعرفون. الله يعطيك العافيه. فاللي عنده سؤال يا شباب او حاجه، نحاول ان نفيدكم بالشيء اللي عندي. اسعار حبوب اللقاح على حسب، يعني ما هي بغالي، يعني على حسب الكميه، يعني طيب حسب الكميه. هذا ممكن ب 20 30 ريال. طيب ابو عبد الله، هذه مثلا كيف استخدمها؟ اخذ ملعقه كبيره بالطريقه اللي انت تشوفها مناسبه؟ الكميه اللي اخذها كيف؟ الكميه اللي اخذها على حسب، تاخذ بالملعقه تضيفها مع الاكل. انت تقول ايش افضل طريقه انك تاكلها كذا؟ طيب تقدر باللقاح دي تبذر بدر ولا ما لا هذه النحله تاخذها من نفس الثمره، النحله تاخذها من نفس الشجره، تمام؟ يعني ما هي بالرحيق، رحيق النحل، لا هذه تكون في رجل النحله، فهمت كيف؟ تكون في رجل النحله. اسلم عبد الله، انت قلت يطلعونها من رجل النحله، هل مثلا اذا دخلت الخليه هي تطيح من نفسها؟ لا لا لا، لها طريقه كذا تكون عند باب الخليه، لها يعني اشياء كذا مخصصه انك تستخرجها. اهلا العسل عاد اعرف. اه سلام. ممتاز. طيب ودي ولا عليكم امر واحد بس، يعطينا كاسات قهوه. اي سم. سم. ابو عبد الله اعطونا رايكم، ترى ما يستغرب. بيعرف انه مثلا عسل مضمون. هذه مره ثانيه. ما ابغى هذا نواصله. كيف؟ لو ابغى احصل على عسل مضمون وشمع وحبوب لقاح. لبيك. شغل اصلي ما ابغى انغش. كيف اصلي؟ والله شوف انا جاوبت ابو بطي قبل شوي، ما تمنيتها على الهواء، واصحاب الخبره ايضا. لا في مختبرات الان طلع لك، في متاجر موثوقه شيء. ايوه بس انا ما اقدر اتكلم في النقطه هذه، اعلانات. تعلمني تحت الهواء على ذا الخشب. على هالشحن. ابشر بالسعد، كلك سعد. بالعافيه، الله يجعله بالعافيه. هذا اي مالك عندك انت؟ ارحب يا ابو علمان، استريح نفده. تفضل يا ابو علمان. ابدا اول واحد. طيب قول لي اطلع شيء بالعسل. انا يجيني ابو عبد الله، والله العظيم نسحب. سبحان الله، في عسل الله سبحانه وتعالى يقول وفيه شفاء للناس. في عسل. طيب الله انا خذ يا الربع. لا باخذ اللي مالي. وصل خذ واعطي. يلا هذه بالعافيه. الله يبيض وجهك يا ابو عبد الله. خذ واعطي اخويا. خذ يا ابو، خذ يا هذا الشمع يا شباب، شمع السدر. عبد الله ما انا والله اني كان ودي اجيب اكثر من نوع. ابشر بس سعد. احمد عبد الله اسلم. سبحان الله، العسل الشمع لا ممتاز جدا، ممتاز جدا. والله ان اول مره بحياتي اذوبه. كيف انا مطمن العسل الشمع؟ الله يجعله بالعافيه. لكن العسل ده ما بعد مر مهله. الله يجعله بالعافيه. شوكولاته بالعسل بالعافيه. بالعافيه. الله يجعله بالعافيه. نعم عقب ده خطران والله. سعرك صغير. ما هو قدر
الثاني ما فيه. طيب شباب احد عنده سؤال شيء يبغى يستفسر عن العسل وطريقه صغر اللقمه اللي يقول بيض الله وجهك على هذا الشيء وجهك ابيض ابو عبد الله الله يسعد الوجه عبد الله العزيز ان الشوكولاته هذه الله يجعلها بالعافيه عطني منها واحده ابشر بس جعل وراها هي العافيه عطني لا لا ترى زين والله القهوه خالص انا اليوم اغطي لك من الشمس ايه اغطي لك من الشمس بس بس ابو عبد الله بس 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 عندي خذ يا ابو جاب عبد الله الله يبيض وجهك صراحه جميل وجهك ابيض الله يسعد وجهك والله يرزقكم وياك ابو عبد الله بالله تكسرها لي معنا ومعنا خذ يا ابو حتى يا ولد ولا تسوي خذ يا ابو عبد الله اخر ثنتين هذه مهبه شلاف والله ان تاخذها والله ان شاء الله ان تاخذها حلفت انا حلفت عليك يميني على مطلق يا رجال والله يلا ها يا الربع يا ارحب ها شيخ فلاح خذ يا ابو حثر هذا اخر حبه لك والله انت تاخذها ان شاء الله يقولون انقلب السحر على الساحر في المقابله يا ولد ارحب واسهل يلا حي خذ هذه اخر حبه لك ايه هو انا ما راح ابد استريح ليه تروح ها اشوف من برا في الوعد والله شباب عارف ايش اللي لي وايش اللي علي ابو عاصم دمك ماشي والله ما زين ابو عاصم سبقناك احنا في كان عندي موضوع عن طريقه انتاج العسل وكذا ما شاء الله فالشباب قالوا لي والله انك خرجت لو ادري انك بترجع والله لا انتظرك هذا الحين عسل هذه محشيه بالعسل فلاح فلاح انتم بلا ياكلونك هذا العسل عسل هذه حبوب اللقاح يا ابو وهمنا عن الحبوب حبوب اللقاح حبوب من النحلة أعطى أبو عاصم له أنت لاكس عريك بشروا بس سعد بشروا بالعوض الله عريكة تاكل عسل جودها الله يجعله بالعافية يا شباب أحلى عريكة سلام 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 ترزح ما حد تدري تونا سلمت سلمت نفذ وجهه فيصل بيض الله وجهه لبيه لب فيصل حسب نحله الله يجعله بالعافيه الله يجعله بالعافيه عيالك ان شاء الله الله يرزقك الله يجزاكم خير ويجعله بالعافيه الله يسعد الوجيه الله يجعله بالعافيه كجمال روح الجمهور شافوا كيف ان خلصنا كل شيء الله يجعله بالعافيه هذه واضحه بالعافيه